يلا بسم الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. رافائيل سانتوس بوريا مولوري، هذا يضرب واري هواية. عم بنتراخت فرانكفورت، تراخت فرانكفورت، إنتراخت فرانكفورت، إنتراخت. ألعبوا في إنتراخت فرانكفورت، إنتراخت فرانكفورت. منتخب العراق الأولمبي يواجه المنتخب الإماراتي الأولمبي بالتسعة ونص. المنتخب العراقي الأولمبي يواجه المنتخب الإماراتي الأولمبي ماشي ساعة؟ تسعة ونص. لا والله ما أدري، أسأل المصور هو كل شيء يعرف. العراق وكولومبيا مباراة ودية في إسبانيا مو؟ بالعشرة؟ لا والله ما أدري، أسأل المصور. لا ما أدري. زيدان الإقبال يلعب؟ آه ما أدري، أسأل المصور. كيفن يعقوبان ماتين؟ ما أدري، أسأل المصور. المصور شو اسمه؟ المصور اسمه علي. ما أدري. بالتسعة ونص يعني الجو حلو، وفي بغداد أمام الإمارات والعراق ده يلعب 5000 وما تروح. ألطم؟ أنا كل شيء ما أدري، سألوا المصور. صح هنا بهذا منصب يعني ولازم هذا الكرسي زين، وأنا كل شيء ما أدري. الحمد لله اللي جعل المصور موجود حتى تسألوه. ما أدري، سألوا المصور. سألوا المصور. حيث ما كنتم هلا بيكم، ضياء عارف يحييكم. الحاضر يعلم الغايب، العراق راح يواجه المنتخب الإماراتي الأولمبي في بغداد، والبطاقة 5000 دينار، ويوم الجمعة والساعة يعني ليلا 9:30، الأجواء باردة يعني شنو العذر بعد؟ روحوا شجعوا المنتخب العراقي، لأن أمام المنتخب الإماراتي لازم يفوز حتى ينتقل للدور نصف النهائي، مباراة مهمة أمام المنتخب الأولمبي. وبالنسبة للمنتخب العراقي أمام المنتخب الكولومبيا، مباراة ودية مهمة جدا للعراق. أعتقد هذه المباراة يعني إضافة للمباراة اللي أمام روسيا، أمام المكسيك، أمام يعني أتصور أن العراق خاض سنة رائعة بالنسبة للمنتخب الوطني. يعني لو تتكرر عندنا بعد سنة مثل هذه على هالمستوى شيء رائع. العراق ده يتقدم بكل المجالات في عالم كرة القدم. صح تقدم بطيء جدا، صح مع وجود الكثير من المعرقلات، صح هواي ناس بالاتحاد العراقي كل شيء ما تدري، ولا ما تسألهم يقولوا لك روح اسأل فلان وعلان احنا ما ندري، ووجودهم هذول هيجي بس شواخص لو يستقيلون احسن لهم الله، والله عيب، والله العظيم عيب. طيب نروح نشوف شنو راح نواجهه في اسبانيا. Viene metiendo el centro peligroso al servicio arriba. Zaguara, el balón de Borré desde afuera, el impacto hace curva la bola. Otra vez para el capitán Muñoz que espera. Durán, daba la vuelta, Durán va presionando, salía la... Llegando a acercar por allí, metió el servicio desde afuera, el remate. Quiere levantar el centro, bajado. Le queda para Arias, se enganchó Arias, va a estar el otro Arias. Arriba Rafael Santamaría. Entregada mal, le quedó para Sombra, rematar. Tratando de quedarse con la pelota, Baloyes caía, tiró el centro. ¿Quién para pegarle desde afuera? Muñoz que va entrando al área, va a levantar el servicio. Muñoz, Carrascal, adentro. Para poner otra vez en tablas el juego, Carrascal. Estás ni. El منتخب الكولومبي يا شباب منتخب عالمي ما نختلف عليه. واجه المنتخب الكوري قبل أيام، المنتخب الياباني قبله، واجه الولايات المتحدة الأمريكية قبل كذا. المنتخب ما عايز شيء، كولومبيا يعني من كل العناصر، من كل أجزاء الملعب، كلاعبين، كمراكز، الفريق متكامل. وأعتقد أنه العراق راح يواجه فريق صعب جدا انه نصمد امامه، لكن كاساس الرجل يعرف كل شيء وحاسب كل شيء، ويعرف انه هذه مباراه مهمه، ويعرف انها جدا جدا مهمه لبعض اللاعبين ولبعض المراكز، بحاجه لهذه المباراه بهذا المستوى، بهذا المستوى الثقيل. بعض اللاعبين ينتظرون هيك مباراه. اختيار المنتخب الكولومبي للعب مع المنتخب العراقي وفي اسبانيا هذا رائع، حتى نعرف كل أجزاء الفريق العراقي وكل أصناف الفريق، عودة لبعض اللاعبين القدماء، اللاعبين الجدد، اللاعبين كبار السن، اللاعبين الصغار. نتمنى أنه نشوف الجميع في هذه المباراة، أو على الأقل نشوف مباراة طيبة. ما نعرف شو راح يديرها السيد كاساس، أكيد عاد خطة معينة لمواجهة هذا الفريق العملاق حقيقة، المنتخب الكولومبي منتخب يتميز
بسرعة ورشاقة كبيرة جدا، لياقة بدنية، لاعبين طوال، لاعبين سريعين جدا، خاصة على الأطراف اليمين واليسار عندهم، الجهة اليمنى والجهة اليسرى، ما شاء الله عليهم. أكثر ما يجيد هذا المنتخب الكولومبي أثناء الهجوم هو الوصول إلى منطقة الجزاء بأكثر عدد من اللاعبين، فلا تتفاجأ إذا شفت أنه في لحظة ما جزاء المنتخب العراقي انملى لاعبين كولومبيين، سواء كانوا لابسين أصفر أو أزرق أو أبيض، فجأة تشوفهم داخل منطقة الجزاء بأكثر عدد ممكن من اللاعبين، يعني 4 ممكن 5 لاعبين يدخلون في منطقة جزائك فجأة. تلاحظ شلون؟ عادة هم بسرعتهم ورشاقتهم ومهاراتهم الفردية يوصلون إلى منطقة الجولدن أسيست اللي هي هذه الجهة اليمنى والجهة اليسرى من منطقة الجزاء، ويسوون كات باك، هذه الكرة الأرضية الزاحفة. منتخب الكولومبي يصل إلى منطقة جزائك بسرعة فائقة ويلعب هذه الأرضية الزاحفة، القادم من الخلف ينطيها شوت بالجول، وهم بارعين بذلك ونجحوا بالتسجيل من هذه الحالة على المنتخب الكوري، على المنتخب الياباني، على غير فرق. هماتين المنتخب الكولومبي يمتاز بالتسديد من خارج منطقة الجزاء، كانوا في أغلب مبارياتهم ما يستحوذون على الكرة، لكن خطيرين جدا بهجومهم لأنهم سريعين وتسديداتهم خطرة جدا. عندهم هذا المهاجم شو اسمه؟ طياب بن عارف شنو؟ أحمد بن فاروق. لك بالله بشرفك كواحد يسمونه كوبرلو، هو تعرف شنو كوبرلو؟ إيه. ليش يسموك؟ جسر للطيبين. جسر للطيبين. أحمد، إيش قد تنتهي مباراتنا ويا كولومبيا برأيك يعني؟ 3-0 هيك. تعرف مهاجمهم شو اسمه؟ رافائيل، فائيل سانتوس بوري أمالوري. هلا شو اسمه حماكو؟ خميس رودريغيز. ديروا بالكم من هذا المهاجم لأن جدا خطير، والمنتخب الكولومبي مكتمل الصفوف تقريبا، يعني ممكن لاعب أو لاعبين اللي تعرفوهم ما راح يشتركون بالمباراة ضد المنتخب العراقي، لكن بشكل عام المنتخب الكولومبي خذوا الحذر من عنده، لا تتراجعون أمامه هواي لأن هو خطير جدا إذا اقترب من منطقة الجزاء. وأعتقد أنه كاساس منتبه إلى أن المنتخب الكولومبي يحاول قدر الإمكان أنه يصل إلى قوس الجزاء وإلى هذه المناطق الجولدن أسيست اللي حكينا عليها، إذا استطاع أنه يقفل هذه المناطق كل زين إن شاء الله المنتخب العراقي بأمان. الآن تول وصلتنا أخبار أنه زيدان قبال يتدرب على صفحة، أخبار اللي طلعت أنه زيدان ما راح يشترك ما نعرف إذا هي صحيحة، لكن المنسق الإعلامي قال ما أكد هذا، قال ممكن زيدان أقبال يلعب بالشوط الأول كأساسي، ممكن بالشوط الثاني، ممكن كل المباراة، ما نعرف حسب الحالة الصحية للاعب، لأن اللاعب يشعر بآلام بوتر ركبته اليسار، وقال أنه أنا أعتقد أكو مخاشنة صارت ويا اللاعب بالتمرير أو حركة مثلا معينة أدت إلى إصابة طفيفة للاعب، اللي يتمنى أنه يكون جاهز للمباراة، واللي ما أتمنى أنه يكون بعض اللاعبين تخاشنة وياه بالتمرين. ابتعدوا عن هذه شباب، لاعب جدا مهم بالنسبة للمنتخب العراقي، فاهميني؟ الرسم التكتيكي اللي راح يواجه بكاساس المنتخب الكولومبي حتى الآن مجهول، هل راح نلعب بخمس مدافعين يعني 3 قلوب دفاع، أم راح يلعب بخمس لاعبين في خط الوسط يعني ارتكازين أو ارتكاز وأمامهم 2 صانعي ألعاب، راح يلعب بمهاجم واحد أو بمهاجمين و البقية بالخلف ما نعرف لحد الآن، يعني تلعب 4-4-2 4-5-1 4-2-3-1 5-4-1 ما معروفة. السيد كاساس لحد الآن مجهول، وهذا سر قوة هذا المدرب. أعتقد بالأدوات الموجودة عنده يقدر يلعب بأي رسم تكتيكي يتمناه أو يريده. كذلك المنتخب الكولومبي، المنتخب الكولومبي يلعب مرة 4-4-2 يلعب مرة 4-2-3-1 مرة يلعب 4-3-3، المنتخب الكولومبي هماتين يقدر يلعب بأي رسم تكتيكي يرتجي أو يرتئي المدرب. راح نتكلم عن سعد ناطق، عن علي فائز، عن آلاي محي الدين، عن مصطفى ناظم، عن فرانس بطرس، أدنى أكثر من قلب دفاع في أكثر من 3 قلوب دفاع في المنتخب العراقي مهيئين أنه
يقودون المباراة أمام المنتخب الكولومبي. راح نعاني شوية على الجهة اليمنى والجهة اليسرى للمنتخب الكولومبي ما ترحم. فعندنا آلاي محي الدين أعتقد كاساس راح يعطي الثقة بي، وعندنا هماتين فرانس بطرس، وعندنا شيركو كريم، وعندنا على الجهة اليسرى أكيد دوسكي دايسكي ما راح نستغني عنه في هذه المباراة. وفي وسط الميدان بالتأكيد كاس هو يميل لأسامة رشيد مع أمير العماري مع أمجد عطوان. ممكن نشوف زيدان إقبال بالشوط الأول، ممكن نشوفه بالشوط الثاني، ما معلوم. كيفن يعقوب، أندرياس سناطر راح نشوفه هم بشوط من هذه الأشواط، ممكن نشوفه بالشوط الثاني. باشينج، أيمن حسين، الاثنين واحد منهم بالشوط الأول واحد منهم بالشوط الثاني أو يكمل الشوط الثاني. بالنسبة لبشارسن، قوقية، علي حسين، بايش، هذول اللاعبين راح نشوفهم أو ما نشوفهم. أعتقد كاساس راح ينطي الفرصة إلى الأجهز في هذه المباراة. ما أعرف يعني كاساس شنو اللي مخططه، لأن كل الجمهور غائب عنه. أهداف كاساس من استدعاءات لاعبين مثل بشار مثل همام، لكن حسين علي نعرف شنو، قوقية نعرف شنو، كاساس يعرف شنو، بايش كذلك، بايش صار له فترة مبتعد، مصطفى ناظم. أعتقد كاساس في هذه المباراة راح يعطينا صورة واضحة عن أفكاره كمدرب. ما نستعجل، نشوف المباراة أنا وياكم ونحكم على كاساس. أنا متفائل أمام المنتخب الكولومبي ومرتاحة نفسيتي، وحتى لو خسرنا شو ما خسرنا، المهم عندي أنه الفريق تجمع، وأصور المرحلة الجاية راح تشهد تغييرات كثيرة. جدا مشتاق أشوف مباراة العراق أمام كولومبيا. ما طولها عليكم، تضعوا اللايك لهذا الفيديو، أشوف تعليقاتكم الحلوة، وأنتظركم بعد المباراة. في أمان الله.